معنا دكتور محمد الطويل، رئيس الأقسام التعليمية بكلية الحاسبات والمعلومات بالأكاديمية العربية للتكنولوجيا والمعلومات. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين الكرام. برحب بحضرتك، وبداية كيف ترى لقاء السيد الرئيس ووزير الاتصالات وتوصيات السيد الرئيس على المواطن المصري والتقدم المفروض بنوصله في هذه المنطقة؟ هو الحقيقة طبعا السيد الرئيس متقدم وعنده فكر ورؤية ثاقبة من فترة كبيرة، وشايف ان قطاع التطورات هو القطاع اللي هيقدر يعني ينمو بالاقتصاد المصري وينمو ببقيه القطاعات. فهو يمكن اكتر قطاع خلال السنتين اللي فاتوا حقق نسبه صادرات رقميه او نسبه صادرات للخارج تعدت ال 5 مليار دولار، اكتر قطاع فيه نمو في الفتره الحاليه، اكتر قطاع بيدعم فكره التحول الرقمي ان انت تقدم خدمات بشكل رقمي وتقدم كل الخدمات حتى الحكوميه بشكل رقمي، فبتوفر خدمة للمواطن، بتوفر تكلفة أقل، بتوفر أمان، بتوفر طريقة سهلة لتوصيل البيانات للمواطن أو التعامل معاه، بتعمل شمول رقمي في قطاعات الدولة كلها. هو يمكن أكتر قطاع فعلا على مستوى الدولة في فعلا في تقدم في التعامل الرقمي موجود على أرضه ومحسوس، لكن بالنسبة للتعامل مع الشركات الخاصة هل ممكن يبقى فيه تحسن أكثر أو وضع اعتبار المواطن أكثر؟ يعني دايما في شكاوي، في حاله كده من عدم الرضا. هو الحقيقه ان اللي بيحصل على ارض الواقع ده بيدعم ان الشركات تقدم خدمات اكتر، يعني لما يكون عندك النهارده بتعملي مد كابلات اليات ضوئيه في التحول الرقمي عشان تبقى عندك اقوى شبكه على مستوى شمال افريقيا كبنيه تحتيه، وفي نفس الوقت تبقى عندك ترددات جديده بتقدمها كخدمات للشركات المحمول، بحيث يبدا يقدر يبعت بيانات اكتر توصل ل 40 ميجا هرتز، يعني ممكن يبعت كميه داتا ويبعت بيانات فيقدم خدمات انترنت ونقل بيانات اكتر للكلاينت او العميل بتاعه. فاعتقد اللي بيحصل على ارض الواقع ده وتعليمات الرئاسه النهارده بتشمل ان الوزاره تبقى داعمه بشكل كبير قوي لفكره البنيه التحتيه تستثمر فيها بشكل اكتر، وده حصل خلال السنتين اللي فاتوا. يمكن مطلوب من الوزاره تزود الاستثمارات اكتر في البنيه التحتيه، وده هينعكس بشكل اكبر على فكره الشمول الرقمي والتحول الاقتصادي الرقمي مع الوقت ان شاء الله. بشكرك جدا دكتور محمد الطويل، رئيس الاقسام التعليميه بكليه الحاسبات والمعلومات.